والتي عرفت من خلال الحفريات التي عثر عليها في رواسب الأحجار القديمة في كندا والصين. اسمها الغريب مستوحى من الكلمة الإنجليزية هالوسينيشن، والتي تعني الهلوسة، وهو يعكس مظهرها غير العادي. ففي بادئ الأمر لم يتم التعرف على رأسها من ذيلها، كما تعرف أيضا من أشواكها والتي يتم العثور عليها بشكل منفصل في مناطق متفرقة بالعالم. ويرجع عمر هذه الكائنات على سطح الأرض إلى 500 مليون سنة، وهي من الحيوانات المنقرضة تماما الآن. وقد لا يتعدى طول هذه الكائنات أكثر من 3.5 سنتيمترات، لذا فهي لا تعد كائنا يشكل خطرا على الإنسان. وكما ذكرنا من قبل، كانت عملية تشريحها صعبة للغاية، ولكن الجلي من شكلها أن لها 7 أرجل طويلة والتي تنتهي بظفرين حادين. ولقد عثر على 100 حفرية لهذه الدودة حتى الآن، وفي معظم الأحيان وجدت حول جثث الحيوانات النافقة. من الواضح أنها كانت من الحيوانات المحللة التي تعيش على جثث الكائنات النافقة. 6. ميغانيورا. إنه جنس من الحشرات المنقرضة والتي عاشت خلال العصر الكربوني منذ نحو 300 مليون سنة، ذلك العصر الذي كان يتميز بارتفاع نسبة الأكسجين على سطح الأرض. ولكن ما نتحدث عنها اليوم هي حشرة الميغانيورا العملاقة، حيث تصل أبعاد أجنحتها إلى 75 سنتيمترا عرضا ويبلغ طولها 25 سنتيمترا، وهي بذلك تصنف بأنها أكبر حشرة عاشت على سطح الأرض. وكنظرياتها من الحشرات التي عاشت في تلك الفترة، فهي تتميز بالضراوة والقوة والشراسة أيضا. أما عن غذائها فهي كانت تتغذى على الحشرات الأصغر منها. فعلا كانت فترة زمنية مضنية للكثير من الحيوانات. 5. أرثروبيليورا. يعد هذا الكائن من أكثر المخلوقات غرابة في قائمتنا، وهي تعد أكبر اللافقريات التي عاشت على اليابسة في جميع العصور. وكنظيرتها الميغانيورا عاشت خلال العصر الكربوني، وبالأخص في منطقة شمال شرق أمريكا الشمالية واسكتلندا. شكلها مخيف كما ترون أمامكم على الشاشة، أي أنها من المرعب أن تراها أمامك في رواق بيتك. ولكن لا داعي للقلق، فقد انقرضت هذه الحشرة منذ العصر الكربوني. وقد تراوح حجم وطول هذه الحشرة، حيث يتراوح طولها 62 سنتيمترا، وهي بذلك أطول وأكبر حشرة عاشت على سطح الأرض. على الرغم من ذلك فهي ليست مفترسة ولا تشكل خطرا على الإنسان، لأنها تتغذى أساسا على النباتات. 4. أندروساركوس. سنغير وجهتنا هذه المرة لننتقل لأحد الحيوانات الثديية، ولكن هذه المرة لم يعش هذا الحيوان في العصر الكربوني، وإنما عاش خلال العصر الإيوسيني، أي قبل 150 مليون سنة. وبالنظر إليه من خلال تلك الصور التخمينية نرى أن شكله غريب، وفيما يبدو لنا أنه مفترس وآكل للحوم. ولكن للأسف لم يعثر إلا على جمجمة واحدة من حفرية هذا الحيوان، لذلك لا تزال حقبة حياته وطريقة غذائه موضع جدال حتى اليوم. كذلك لم يتم حجمه الفعلي من خلال الجمجمة، ولكن الحجم التقريبي له 83 سنتيمترا طولا، والذي